مساء الخير على حضراتكم، حلقه جديده من برنامج السادسه. يمكن مبروك الفوز اهلي على طنطا، فوز النادي الاهلي على طنطا بهدف نظيف لعمرو السوليه. يمكن كان هايلايت المباراه دي الشناوي اللي قدر يعادل رقم شريف اكرامي 23 مباراه كلين شيت، وباقي له طبعا مباراه واحده علشان يكون الحارس رقم واحد في تاريخ الدوري المصري الاكثر حفاظا على شباكه نظيفه. يمكن دي حاجه حلوه من المباراه، هايلايت من مباراه امبارح، لكن برضو الخبر اللي اكيد يضايقنا ويضايق جماهير النادي الاهلي اصابه رامي ربيعه طبعا بتمزق في العضله الخلفيه، وبكده اللاعب طبعا هيغيب عن مباراه الذهاب في نص نهائي دوري ابطال افريقيا مباراه الاهلي والوداد. يعني الاهلي هيخوض المباراه بقلبي دفاع ايمن اشرف وياسر ابراهيم. ايه رايك يا احمد في الموضوع ده؟ مساء الخير يا ساره، ومساء الخير على جمهور النادي الاهلي. الحقيقه فوز بطعم مر الحقيقة، مباراة طنطا امبارح وعلى الرغم الحقيقة من فيه علامات استفهام كتيرة جدا على الأداء وعلى المستوى، لكن الحقيقة خسارة رامي ربيعة يمكن تكون هو الخبر الأبرز والخبر الأهم في مباراة الأمس. الحقيقة يمكن خط دفاع النادي الأهلي بيعاني من إصابات متتالية، أعمدة الفريق الرئيسية سعد سمير متولي بينضم ليهم ربيعة، وكده أنت ما قدامكيش ربنا يحافظ عليهم ويستر كده في الفترة اللي جاية، بس نخلي بالنا عليهم ياسر إبراهيم وأيمن أشرف لأن هم دول الأمل في تمثيل خط دفاع نادي الأهلي في قبل النهائي. ربيعة زي ما عرفنا قبل الهوا على طول أنه كابتن سيد عبد الحفيظ قال أنه تمزق في العضلة الخلفية يحتاج من 3-4 أسابيع، وكده زي ما أنت قلت يا سارة يتأكد غياب ربيعة عن مباراة الذهاب. نتمنى إن شاء الله أنه هو يلحقنا في مباراة العودة، وأتمنى أكتر حقيقة إن احنا نحافظ على الفرقة من الإصابات في الفترة اللي جاية. يعني مهم جدا فكرة التجربة، سواء طريقة اللعب أو إنك تدي مساحة للعيبة عشان تنزل تاخد فورمة المباريات، اللعيبة اللي كانت بعيدة، أو تحافظ على مستوى العالي اللي وصل له بعض اللاعبين زي الشناوي وزي معلول. لكن الحقيقة شبح الإصابات بقى شيء مرعب، ربنا على الحقيقة يسترها ويكملها على خير إن شاء الله لغاية لما نوصل لمباراة الذهاب. خلوني أبدأ الحلقة وقبل ما ندخل في العناوين مع حضراتكم، ويمكن كنت بتكلم مع سارة ويمكن ده يكون الحديث الأهم دلوقتي في وسائل الإعلام المختلفة واللي بيحصل حتى لما جماهير النادي الأهلي بتتكلم، إيه قصة المدير الفني؟ وبرضه بأكد زي ما كنا بنتكلم امبارح يا سارة على قصة الصفقات وقصة الانتقالات ومدى السرية اللي تحاط بيها المفاوضات مع أي لاعب مفترض إنه هينتقل للنادي الأهلي. أعتقد إنه السرية بتبقى مضاعفة كمان في حالة إذا كان التعاقد بيتم مع مدير فني. خدوا بال حضراتكم إن إحنا بنتكلم على أكتر من معيار مهم جدا. أنا عارف طبعا إن الشغل الشاغل والهدف الأهم اللي ليه الأولوية الكبرى والقصوى هو بطولة أفريقيا. طبيعي جدا عايزين نطمن مين المدير الفني اللي هتولى المسؤولية أو اللي هيكمل، لأنه الحقيقة لغاية اللحظة خدوا بال حضراتكم وارد جدا يوم الخميس نسمع إنه فايلر مستمر مع النادي الأهلي. ده احتمال وارد. وحتى لو لم يكن الاحتمال الاكبر، فخليني اقول لحضراتكم كمان انه الاهلي مش بس عينه على بطوله افريقيا، الاهلي كمان عينه على ما بعد افريقيا، على استعداد لسيزون جديد. عندنا عدد كبير جدا من الاهداف وعندنا عدد كبير جدا من المسؤوليات، بالتالي ده برضو محطوط في الاعتبار. التوقيت كمان يا ساره بيتهيألي عامل مهم، احنا بنتكلم على توقيت في منتهى الصعوبه، بدايه المساحه الزمنيه اللي بتفصلنا على ذهاب واياب بطوله افريقيا ضيقه جدا، وبالتالي ده عنصر ضغط. ونحط كمان في الاعتبار انه معظم المسابقات ابتدت ومعظم الفرق الكبيره جدا سكنت المديرين الفنيين، وبالتالي عشان تختار اسم يتفق مع فلسفه واستراتيجيه واهداف وحجم وجماهيريه النادي الاهلي ده شيء مش بالهين. ولكن في النهايه خليني اقول برضو انه سيتم الاعلان بشكل رسمي ونهائي عن هذا الموضوع بشكل حاسم يوم الخميس. يمكن زي ما قلنا احمد وانت كمان قلت ده انه من حق الجمهور طبعا انه يبقى قلقان الفتره دي، لانها فتره حاسمه وفتره مهمه وداخلين على بطوله افريقيا ودي الهدف الاكبر دلوقتي، فطبيعي يكون في قلق انه مين المدير الفني اللي جاي. ولكن زي ما قلنا كامل الثقه في مجلس اداره النادي الاهلي اللي اكيد يعني عينيها على الفتره اللي جايه بشكل يعني حريصين جدا انه طبعا بطوله افريقيا تكون من نصيب النادي الاهلي افريقيا التاسعه، فاكيد الناس دي عارفه هي هتختار الفترة اللي جاية، سواء بقى فايلر كمل أو ما كملش ده برضو هيتم إعلانه بطريقة رسمية، يعني ما نسمعش كلام من بره. بالظبط كده، هي دي النقطة اللي بتكلم فيها جمهور النادي الأهلي، إنه أنا عارف إنك بتسمع أسماء كتير جدا بالزبط. أسماء من ولاد النادي الأهلي وأسماء من جوه النادي الأهلي وأسماء من بره وأسماء كانت تولت المسؤولية في النادي الأهلي قبل كده أجانب ومصريين، ولكن كل ده غير صحيح، وده
الرساله الاهم اللي حابين كنا نوصلها فيه. ويمكن زي ما انت قلت لو في سريه في فكره التعاقدات مع اللعيبه فهتبقى 10 اضعاف فعلا مع المدير الفني. صحيح. وهيتم الاعلان بشكل رسمي اكيد من خلال النادي الاهلي لو في مدير فني جديد. صحيح. خلونا نبتدي حلقتنا ونروح مع حضراتكم لاهم عناوين الاخبار. مران استشفائي للاعبي الاهلي المشاركين في مباراه طنطا. سعد سمير يواصل التاهيل ويؤدي جلسه في الجيم. وليد سليمان ينتظم في التدريبات الجماعية بكرة. عبد الحفيظ يعلن ترتيبات السفر للمغرب استعدادا لمواجهة الوداد. اجتماع بين اللجنة الخماسية والفيفا غدا عبر الفيديو كونفرنس. غوارديولا يهاجم رابطة الدوري الإنجليزي بسبب ضغط المباريات. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. عشان كل الامور تبقى محطوطه في الحسبان الحقيقه، وقبل ما اتكلم على يعني طبعا استعاده الاهلي لماتش الترسانه اللي ابتدى على طول بعد ما قفلنا صفحه طنطا، خدوا بال حضراتكم احنا السيزون ده سيزون صعب جدا، يعني التوقف الطويل اللي استمر الاربع شهور وبعد اللعيبه عن التمرينات الحقيقيه، كان في برامج محطوطه للاعبين وافترض ان هم يكونوا ملتزمين بيها اثناء فتره الحظر اللي حصل بسبب فيروس كورونا، لكن بالتاكيد بالتاكيد مش ممكن البرامج دي تكون بديلة عن خوض ماتشات رسمية وتدريبات جماعية مع جهاز فني محترف بشكل كبير بيحصل بشكل طبيعي، وبالتالي امتد الموسم لفترة طويلة جدا. بنتكلم كمان عن ضغط مباريات وتلاحق مباريات كبيرة جدا، بنلعب تقريبا ماتش كل 3 أيام، ده أثر بشكل كبير جدا على قوائم الإصابات في الأندية كلها، والأهلي يمكن واحد من أكثر الأندية تضررا في ملف الاصابات. الاخطر من ده والحقيقه اللي لابد ان احنا ناخده في الاعتبار، طب السيزون جاي هنعمل ايه؟ لانه غالبا غالبا ما عندناش حل غير انه التو سيزونز او الموسمين يلزقوا في بعض، يلحموا في بعض. خد بال حضرتك كمان انه ماتشات المنتخب داخله، يعني عندنا اجنده منتخب، عندنا ماتشات في تصفيات كاس العالم، نتكلم على اولمبيكس هتتلعب في 2021، بنتكلم على بطوله افريقيه، يعني بنتكلم على كم كبير جدا من الماتشات، وبالتالي اعتقد انه الانديه اللي بتلعب على البطولات بشكل عام خصوصا القاريه منها، عندنا بطوله عربيه، عندنا كونفدراليه، عندنا دوري ابطال، عليها الحقيقه انها تفكر بشكل كبير ازاي هتتعامل مع الموسم الجاي، لانه اعتقد موسم صعب جدا من الناحيه البدنيه. على كل الاحوال لاعيبه الاهلي اللي شاركوا في ماتش امبارح مع طنطا النهارده كان في يعني تمرينه خفيفه ليهم كده في الساونا، ده برنامج حطه طبعا الجهاز الفني عشان يواجه بيه ضغط الماتشات. في الوقت اللي بقيه اللعيبه ادت فيه مران بقى يعني مران قوي في ملعب التتش في الجزيره استعدادا ان شاء الله ان احنا نلعب مع الترسانه في كاس مصر. يمكن كنا بنتكلم كمان عن الغيابات في الدفاع، عايزين برضو نقول لحضراتكم ان سعد سمير مدافع الفريق ادى جلسه تدريبات بدنيه استشفائيه في الجيم على هامش طبعا تمرين النهارده للفريق اللي كان على ملعب التاتش الصبح النهارده. طبعا سعد يعني بيواصل التدريبات البدنيه وتنفيذ البرنامج التاهيلي بعد اجراء جراحه في وتر اكيليس مؤخرا، وادى طبعا سعد سمير جانب من التدريبات في الجيم وبعض التدريبات البدنيه تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالفريق. طبعا زي ما حضراتكم عارفين الاهلي بيستعد لمواجهه فريق الترسانه في الساعه 8 يوم الاربعاء اللي جاي، وده طبعا ضمن منافسات دور ال 16 لمباريات كاس مصر. ضغط فعلا مباريات يا احمد، يعني يمكن الدوري وكاس مصر وافريقيا خلاص قربت، ضغط مباريات بس على الفريق ان هو يتعامل معاه. ومن حسن الحظ انك انت يعني انت لو ما حسمتيش الدوري النهارده كان زمالك مضغوطه وزمالك بتلعبي على داخله في صراع النقطه وحسم البطوله، وبالتالي كان هيبقى انت بتلعب الدوري وانت مرتاح يعني شوية. ورغم انك بتلعبي وانت مرتاح خسرتي امبارح لعيب زي رامي ربيعه، نتمنى ان شاء الله الف سلامه طبعا عليك يا رامي وترجع بالف سلامه ونطمن عليك وتلحقنا ان شاء الله باذن الله وتكون موجود مع زمايلك في ملعب في مباراه العوده. بالمناسبه ومناسبه الاصابات يمكن كمان في نفس الاطار كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي كان بيتكلم على أنه كابتن وليد سليمان لاعب الفريق هينضم إن شاء الله بكرة للتدريبات الجماعية استعدادا طبعا للمواجهات المقبلة وأولها ماتش الترسانة. وقال كابتن سيد عبد الحفيظ أنه وليد كان بيعاني من كدمة قوية في واحد من الأضلاع حرمته من أنه يشارك في ماتش طنطا الأخير طبعا في الجولة اللي بتحمل رقم 30 في الدوري، واللي قدر الأهلي أنه يحسمها 1-0. وأكد أنه سليمان إن شاء الله
هيكون جاهز بداية من بكرة عشان يكون موجود في التمرينات الجماعية للفريق. يمكن كمان كابتن سيد عبد الحفيظ قال إن هو دلوقتي بينسق بقى بشأن سفر بعثة الفريق طبعا الأول للمغرب، وده طبعا استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا. وقال كمان إن الجهاز الإداري بيعمل بينهي كل إجراءات السفر واستخراج التأشيرات في الوقت ده، وطبعا بيتواصل مع الجهات المسؤولة في المغرب لحجز ملاعب التدريب طبعا للفريق. قال كمان الاتجاه الأقرب للسفر للمغرب بطيارة خاصة وفقا للتنسيق اللي بيحصل دلوقتي مع إدارة النادي الأهلي. حضراتكم عارفين طبعا الأهلي هيلعب الوداد المغربي في المغرب يوم 17 أكتوبر في ذهاب نص نهائي دوري أبطال أفريقيا. كل التوفيق طبعا للنادي الأهلي في مشواره، مهمة صعبة ولكنها بالتأكيد على الأهلي وعلى روح التيشيرت الحمراء ليست مستحيلة. بالمناسبة لاعبتنا كمان، يمكن مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيتكلم على الوضع بالنسبة لعلي لطفي، والحقيقة اتكلم كابتن سيد وقال انه ثبت سلبية مسحة كورونا لحارس المرمى علي لطفي واللي اجراها مؤخرا، وقال ان لطفي هيخضع بكرة ان شاء الله لمسحة طبية جديدة، وفي ضوء نتيجتها يتحدد بقى ان شاء الله موعد رجوعه وعودته مرة تانية لتدريبات الفريق الجماعية. يمكن الحقيقة علي لطفي يمكن غاب عن قائمة الفريق خلال الفترة الأخيرة طبعا بسبب ظهور مسحة إيجابية ليه في فيروس كورونا، وقعد ليها في فترة يعني علاج وعزل لغاية إن شاء الله بإذن الله لما نطمن من سلبية المسحة اللي جاية ويرجع كابتن علي لطفي مرة تانية لتدريبات الفريق. طبعا بنتمنى له الشفاء ويرجع بألف سلامة تدريبات الفريق. نروح بقى للجنة الخماسية. تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة اجتماع جديد مع مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بكرة يوم الاثنين، وده عن طريق الفيديو كونفرنس. هيناقشوا ايه؟ هيناقشوا مع الفيفا خارطة الطريق المقترحة، واللي طبعا بتتضمن المواعيد النهائية لإجراء الانتخابات، وطبعا عقد الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي، بجانب طبعا الاتفاق على موعد إرسال الفيفا النسخة النهائية من اللائحة لاتحاد الكرة، وده تمهيدا ان هي تبعتها للأندية طبعا لمراجعتها واعتمادها. وكمان طبعا مسؤولين اتحاد الكرة طلبوا من الأندية اللي هتشارك في البطولات الإفريقية الموسم اللي جاي إنهاء جميع الأوراق الخاصة برخص الأندية المحترفة، خاصة إن الكاف هيستبعد أي نادي مش هيطبق شروط دوري المحترفين، ومنها مجلس إدارة منفصل لإدارة الكرة، وطبعا تحديد ميزانية منفردة لكل فريق وإنهاء الملف ده خلال الأيام القليلة اللي جاية. ده طبعا ملف في منتهى الأهمية، وإن شاء الله هنناقشه بالتفصيل لأنه الأثار اللي هتترتب عليه في منتهى الأهمية. وأعتقد أنه كتير من الموازين اللي اختلت إنجاز التعبير يعني في صناعة كرة القدم، لأنها تبقى في النهاية صناعة واستثمار. حضراتكم تعرفوا أنه دوريات كتيرة جدا زي الدوري الإنجليزي ودوري الأسباني على سبيل المثال، الدخل بتاعهم بيعتبر جزء كبير جدا من الناتج القومي المحلي في الدول دي، في أسبانيا وفي إنجلترا. وحضراتكم تعرفوا أن القيم التسويقية الأندية زي مانشستر يونايتد وريال مدريد بتتجاوز مليارات، مئات المليارات من الدولارات. يعني طبعا احنا مش هنقارن نفسنا بالدوريات دي، ولكن اعتقد دي خطوة مهمة جدا وتعالج كتير جدا من اوجه القصور الموجودة في منظومة الكرة في مصر. نتكلم فيها بالتفصيل في وقتها، بس خلونا نروح لبيبي جوارديولا. احنا كنا بنشتكي من ضغط الموسم وضغط وتوالي الماتشات والمسابقات. بيبي جوارديولا واحد من اشهر مدربي كرة القدم في العالم، وطبعا مدير فني لمانشستر سيتي، وجه انتقادات شديدة اللهجة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز. والسبب ده إيه؟ السبب ده كثرة المباريات وضغطها وتواليها في مواعيد متقاربة، وده طبعا حضراتكم عارفين لأن الموسم الجديد في البريمير ليج موسم 2021 ابتدى متأخر عشان الموسم اللي فات طبعا انتهى متأخر، ده طبيعي جدا. والحقيقة يمكن اتكلم فيه انه بعد توقف الاستمرار لمدة 3 شهور بسبب فيروس كورونا بقى فيه تقريبا يعني حالة توالي بين الموسمين، وبالتالي ده أثر بشكل كبير جدا على مستوى اللعيبة وأثر بشكل كبير جدا في الأحمال البدنية على اللاعبين. أكد كمان في تصريحات صحفية انه من الأفضل عدم التفكير كتير في الموضوع ده، وقال ان احنا عندنا 3 لاعبين اوريدي في مانشستر سيتي يعني رجعوا باصابات بعد ما كانوا بيشاركوا مع منتخباتهم، وده شيء لا يمكن السيطره عليه. قال كمان ان اللاعبين بيخوضوا مباراتين تقريبا كل 3 أو 4 ايام،
لكن في النهايه هم مش ماكينات، وده بيؤدي لتاثير سلبي على المستوى العضلي، بيؤدي لضعف العضلات. وبيامل جوارديولا انه عاجلا ام اجلا يتم اتخاذ خطوه لتحسين الموضوع عشان يقدر او يتمكن المصابين من العوده مره ثانيه لانديته. وطالب الحقيقه جوارديولا الاتحادات الوطنيه انه لعب الماتشات الخاصه بتاهل لبطوله اوروبا او كاس العالم، ودي اللي بتحمل مسؤوليتها طبعا اليويفا والفيفا، يتولوا تنظيم البطولات الخاصه بيهم، ومع اعتبار طبعا انه في انه المنتخبات بتبقى في حاجه ماسه للاعبيها زي ما الانديه ايضا بتحتاجهم على مدار الموسم. خلونا نتكلم اكتر، ويمكن النهارده معانا او هبتدي مع حضراتكم انا وساره في السادسه في سلسله حلقات كده هنحاول نخصص في اجزاء منها تغطيه لفريق الوداد قبل طبعا المواجهه المرتقبه في قبل نهائي افريقيا. هنروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم في السادسه مره ثانيه. مرة تانية برحب بمشاهدي السادسة. تلاحم المواسم، أو خليني أقول بمعنى أصح تشابك المواسم، لأنه في الوقت اللي بعض البطولات في العالم لم تنتهي حتى الآن بدأت نفس البطولات في يعني دول تانية، وبالتالي الحقيقة إحنا عندنا أجندة دولية مزدحمة، ويبدو أنه توابع الكورونا هتفضل مكملة معانا شوية. بطولات قارية تم تأجيلها، وبطولات دولية منها الأولمبيكس طبعا تم تأجيلها، وكل دي الحقيقة يمكن أربكت الحسابات بشكل كبير جدا. بالإضافة كمان اللي يهمنا أن إحنا نحط برضو في الصورة أو نسلط الضوء على مستقبل الكرة في تحديدا في القارة الأفريقية، وإزاي من الممكن أنه اللعبة وصناعة كرة القدم في القارة الأفريقية من الممكن أنها تتطور. دكتور بالحسن مالوش المستشار الفني للفيفا وعضو اللجنة الفنية للكاف وعضو لجنة تعليم المدربين بالاتحاد الأسيوي هو ضيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. دكتور بالحسن مالوش أهلا بيك في السادسة على شاشة الأهلي. السلام عليكم وبيك أكثر، إن شاء الله يكون لقاء ممتع بالنسبة للمشاهدين قناة الأهلي السادسة. أهلا وسهلا بحضرتك، وهبتدي الحقيقة من البداية مع مشكلة الكورونا وتوابع الكورونا اللي بعتقد أنها أثرت بشكل كبير جدا على المسابقات في العالم كله، سواء كنت بتكلم على المسابقات القارية أو الارتباطات الدولية للمنتخبات أو حتى على مستوى الأندية. إزاي بينظر الفيفا أو إزاي بيبص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمشكلة الكورونا أو مرحلة ما بعد الكورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم على الاستضافة. أولا أهم شيء بالنسبة للاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي هو سلامة اللاعب وكل المتداخلين في نشاط كرة القدم وفي المسابقات، ولكن في نفس الوقت فيه يعني تشجيع من الاتحاد الدولي والاتحاد القاري على مواصلة المنافسات والمسابقات حتى لا تتأثر كرة القدم واللاعبين والمدربين وكل الناس، يعني كل الأفراد المتداخلة في هذه اللعبة، لا حتى لا يتأثر اقتصاديا ورياضيا من جراء هذه الجائحة. فنشاهد أنه عديد الدول، أكثر أغلب الدول واصلت يعني استأنفت النشاط الكروي بالرغم من صعوبة الوضع وصعوبة الجائحة، وفي بعض الأحيان يتم تأجيل المباريات إلى آخره، ولكن فيه حقيقة شجاعة كبيرة من عديد الاتحادات منهم الاتحاد المصري على مواصلة المشوار و يعني مواصلة النشاط الرياضي فيما فيه صالح كرة القدم الوطنية. بالتأكيد سلامة اللاعبين مبدأ متفق عليه ويأتي في المقام الأول من حيث الأهمية والأولوية، ولكن حضرتك تدرك تماما أنه كرة القدم أصبحت صناعة واستثمار، وبالتالي تلاحم المواسم أثر بشكل كبير جدا على استثمارات الأندية في لاعبيها. بنتكلم على قوائم طويلة جدا من الإصابات، أثر بشكل كبير جدا على عقود الرعاية، أثر بشكل كبير جدا حتى على تعاقد الأندية مع مدربيها ومع لاعبيها مع توقف المسابقات لأكثر من 4 شهور. من الناحية القانونية هل شفت حضرتك أو من وجهة نظرك هل قام الفيفا أو هل قام الاتحاد الأفريقي بمبادرات أو بطرح أفكار تساعد الأندية على تجاوز الكبوات اللي من النوع ده؟ في بخصوص الاتحاد الدولي أنا ما شفتش، أنا في الاتحاد الدولي من سنة 2004،
ما شفتش العدد يعني الكم الهائل من المساعدات المالية اللي صارت في الفترة الأخيرة، يعني 1.5 مليون دولار لكل اتحاد لمواجهة الصعوبات الاقتصادية للأندية وللاتحادات في هذه الجائحة، وأظن إلى جانب 1.5 مليون دولار للعادي اللي يعني هو داخل في برنامج الفورورد. المساعدات هذه جاءت يعني لتخطي هذه المرحلة، للمساعدة على تخطي هذه المرحلة. و يعني بالنسبة للاتحاد الإفريقي، احنا في اللجنة الفنية قام بعديد من ورش العمل لإعداد برنامج يساعد الأندية والاتحادات يعني المنتخبات على كيفية وضع بروتوكول لحماية اللاعبين واستئناف النشاط في ظروف صحية ملائمة. ويعني تم نشر هذا على نشر هذا البروتوكول على جميع الاتحادات. فالوضع خاص جدا، ووضع يعني استثنائي، له يعني حلول استثنائية، ولكن دائما المخاطر موجودة، ودائما قد ما تاخذ احتياطاتك كاتحاد أو كنادي فالصعوبات متواجدة، ولازم تكون فيه شجاعة وفيه جرأة على مواصلة النشاط في ظروف صعبة جدا. بالطبع الوضع الاقتصادي تأثر، للمؤسسات الاقتصادية تأثرت، وهذا يرجع بالضرر على كرة القدم وعلى الاستثمار في كرة القدم. ولكن من امتيازات اللاعب ومن امتيازات مميزات المدرب أو المسؤول هو التأقلم. هذا الشيء مفروض علينا، ولا بد أن نتأقلم ونتعاون ونتساعد مع بعض كأندية وكاتحادات أهلية وكاتحادات قارية والاتحاد الدولي على مواجهة هذه الصعوبات والرجوع بحول الله وإن شاء الله بإذن الله إلى الوضع الطبيعي عندما تنقشع هذه الجائحة. إذا كان مطلوب مننا أن احنا نتعامل مع هذا الوضع، وقد يتكرر لا قدر الله، يعني لا نتمنى ذلك على الإطلاق، ولكن قد يتكرر نفس السيناريو مرة أخرى، هل في حلول تم التفكير فيها أو سيناريوهات مسبقة دكتور بالحسن تم إقرارها من قبل الفيفا أو من قبل الاتحاد الأفريقي أو اللجنة الفنية المكتب الفني في الاتحاد الأفريقي؟ هو شوف، هي الآن الوضع معروف في العالم، وفيه بلدان بدأت تتعايش مع هذا الفيروس وتحاول أنها تترقب، الناس كل تترقب في اختراع هذا اللقاح اللي باش يوقف هذه الجائحة. ولكن في انتظار ذلك لابد على كل اتحاد أن يتأقلم مع الوضع. فما اتحادات عملوا الدوري متاعهم كان مركز في بلد، يعني في مدينة أو مدينتين، في بلدان يعني مشوا الدوري بدون جمهور وببروتوكولات يعني قوية جدا لتجنب هذه يعني العدوى. وفي كل اتحاد لابد باش يكون مسؤول على نفسه قبل ما يفكر انه الاتحاد القاري او الاتحاد الدولي. هذا الاتحادات يعطيوا مساعدات، يقدموا مساعدات، ولكن الحل هو موجود في البلد نفسه، في الاتحاد نفسه، بالتعاون مع السلطات طيب. يعني المعنية مثل وزارة الصحة. خليني أنتقل لنقطة كيفية أو ملف تطوير كرة ملف تطوير كرة القدم، وخصوصا في القارة الأفريقية، سواء كنت بتكلم على مستوى الأندية أو على مستوى المسابقات المحلية أو على مستوى اللاعب وأيضا مستوى المدرب. إيه هي أهم معالم رؤية الاتحاد الأفريقي واللجنة الفنية داخل الاتحاد الأفريقي في تطوير صناعة ولعبة كرة القدم داخل القارة؟ والله احنا في الاتحاد الافريقي الان كعضو، انا في اللجنة الفنية، وفي نفس الوقت في الاتحاد الدولي، وعندي مسؤولية كذلك في الاتحاد الآسيوي، ملم بعض يعني العناصر اللي تخلينا في الاتحاد الافريقي يعني نتقدم بخطى حثيثة نحو تطوير اول شيء المدربين. ففترة طويلة جدا كان الكابتن شرطة مدير فني للاتحاد الافريقي، وعمل مجهود جبار لوضع يعني وضع برامج تعليميه لمختلف المستويات. ثم جاء اتفاقيه التعليم القاري القاريه والقاره الاسيويه، واصبح الفيفا بين القارات رفع مستوى البرامج التعليمية حتى يتم الاعتراف بالشهادات التي يتم تسليمها في القارة الإفريقية. ممكن
دكتور بالحسن لاموش المستشار الفني للفيفا وعضو اللجنه الفنيه للكاف وعضو لجنه تعليم المدربين الاتحاد الاسيوي لكره القدم، بشكرك شكرا جزيلا على انضمامك لينا على شاشه النادي الاهلي في برنامج السادسه. وهروح مع حضراتكم للوداد المغربي. كثير من الخبراء الحقيقه بيروا انه مواجهه الاهلي مع الوداد المغربي هي بمثابه نهائي مبكر للبطوله، وليه لا؟ والناديين الحقيقه يمكن تقابلوا في مسابقة 2017 أعتقد في نهائي دوري الأبطال، فالمواجهة تعتبر مواجهة مقررة في أقل من 3 سنين. ولكن مهم جدا مع حضراتكم، طبعا احنا عارفين فرقتنا كويس وعارفين ايه ممكن يكون نقاط القوة في النادي الأهلي وايه ممكن يكون النقاط اللي يعني ضعف محتاجين ان احنا نشتغل عليها الفترة اللي جاية عشان نكون جاهزين ان شاء الله لمواجهة قبل النهائي. الأهم من ده ان احنا نبقى فاهمين خصمنا كويس، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم ان احنا مع جمهور السادسة في الفترة اللي جاية هنبتدي نستعرض كده شكل فرقة الوداد عامل ازاي، نحاول نقرب او اقرب جمهور السادسة من شكل فرقة الوداد الخصم اللي هيقابلنا فيه قبل النهائي. بداية عايز اطمن حضراتكم انه الوداد مش بالفريق المرعب، صحيح الفريق من الناحية الهجومية بيمتلك خط هجوم قوي للغاية، لكنه على الناحية الدفاعية اعتقد انه من الممكن وصفه بالفريق الهش. الكلام ده مش مجرد وجهة نظر، الكلام ده ترجمة لأرقام فريق الوداد في المسابقة المحلية السنة دي، وده اللي يمكن هنستعرضه مع حضراتكم بشكل كبير في الفترة اللي جاية. هنبتدي النهاردة بمجموعة من الإحصائيات المرتبطة بالمسابقة المحلية، هستعرض مع حضراتكم مشوار الوداد خلال الدوري لموسم 2019-2020. خلوني أقول لحضراتكم أنه الوداد لعب لغاية النهاردة 25 مباراة، قدر وترتيبه حاليا في الدوري المغربي رقم 2، حقق 49 نقطة، قدر يحقق 14 فوز وقدر يحقق 49 نقطة معلش و14 فوز و5 هزيمة وليه 42 هدف وعليه 23 هدف. زي ما قلت لحضراتكم 42 هدف، وهو بالمناسبة أقوى خط هجوم في الدوري المغربي، يعني يتشابه في النقطة دي مع النادي الأهلي، لكن من ناحية الدفاع يعتبر واحد من أضعف خطوط الدفاع في الدوري، وتلقى دفاعه وحارس مرماه 23 هدف. بيرجع ضعف الدفاع لأخطاء بشكل كبير جدا في التمركز في قلبي دفاع الوداد المغربي، ودول يمكن هركز عليهم بشكل كبير جدا، وكل مواطن الضعف في فريق الوداد المغربي هنركز عليها ونكشفها لحضراتكم في الفترة الجاية. وأيضا بيشارك في تحمل المسؤولية ضعف أو اهتزاز مستوى حراسة المرمى في فريق الوداد. زي ما قلت لحضراتكم الفريق عنده 49 نقطة، فاز 14 مرة، تلقى الهزيمة 5 مرات و6 تعادلات في مشوار الفريق. خلينا نروح لترتيب الهدافين. كازادي كاسينجو، وده واحد من أخطر المهاجمين في القارة الأفريقية، أهم وأبرز اللعيبة الموجودة في الوداد، هتكون موجودة برضو مع حضراتكم في السادسة على مدار حلقات في بروفايل، نركز كده ونفهم إيه هي أهم مفاتيح اللعب ومين اللعيبة اللي ممكن تكون مصدر خطورة على النادي الأهلي في خصوصا في المغرب. طبعا كازادي كازينجو ده لعيب من فيتا كلوب، واحد من المهاجمين الحقيقة اللي بيتميزوا بالخطورة الشديدة جدا. يمكن من أكتر الحاجات اللي لاحظتها فيه إنه معظم أو 90% من الأهداف اللي بيسجلها كاسينجو، بالمناسبة هو بيقدر يسجل بيجيد ضربات الرأس وبيجيد اللعب بالقدمين يمين وشمال. وأكتر حاجة بتميز كازادي كاسينجو كرأس حربة إنه بيخلص الجول بلمسة واحدة، يعني لو شفنا البروفايل بتاعه وهنتابعه مع حضراتكم بالتاكيد هنلاقي انه 90% من الاهداف اللي بيجيبها كاسينجو هي اهداف اللمسه الواحده. قدر يحقق 7 اهداف وبيتصدر قائمه الهدافين في فريق الوداد. اسماعيل حداد، اسماعيل حداد لاعب يعتبر من اسرع اللاعبين الموجودين في المسابقه المغربيه، وبيتمتع بجانب مهاري عالي جدا ويجيد. وبالمناسبه اسماعيل حداد بيعتبر اكثر اللاعبين مساهمة في صناعة الأهداف وتسجيل الأهداف. إسماعيل حداد قدر يسجل 5 أهداف، أيوب الكعبي طبعا مهاجم بارز جدا وقوي جدا 4 أهداف، يحيى جبران مسجل 4 أهداف. نروح للستاتستكس اللي بعدها والإحصائية اللي بعدها، وليد الكارتي، دول فيما يتعلق بصناعة الأهداف. وليد الكارتي ده حكاية وحدوتة لازم نقف عندها بالتفصيل. وليد الكارتي واحد من أقوى اللاعبين في فريق الوداد، وواحد من أكثر اللاعبين قدرة على صناعة اللعب ونقل الهجمة بسرعة شديدة جدا من لمسة واحدة، يجيد الحقيقة الاختراق من نص الملعب، مهاري لأقصى درجة ويتمتع بالقوة والسرعة مع المهارة. ف
فلكوا أن تتخيلوا طبعا أنه يعني لعيب مهاري جدا يتمتع بالقوة والسرعة، دي تركيبة من النادر أو من الصعب أنك أنت تلاقيها وتدرك تماما حجم تأثيرها في فريق بطولات زي الوداد. أنا لما اتكلمت على الكعبي طبعا اتكلمت على مشاركته مع الوداد قبل ما ينتقل لهيبي فورتشن الصيني، وبالمناسبة في كلام كتير جدا على أيوب الكعبي أنه راجع خلاص، يعني سمعنا طبعا أنه في عروض جاية له من مصر وسمعنا أنه في عروض جاية له من تركيا، لكن يبدو الحقيقة كمان نتيجة لضغط جماهيري كبير جدا في المغرب أنه أيوب الكعبي راجع للوداد مرة تانية. الكارتي زي ما قلت لحضراتكم ده فيما يتعلق بصناعة الأهداف، ولي الكارتي 4 أسيست، أيوب أملود 3 أسيست، وإسماعيل حداد اللي اتكلمت عليه في الأول وقلت أنه من أكثر لعيبة الوداد تسجيلا وصناعة للأهداف، إسماعيل حداد 3 أهداف، وبديع أوك مسجل أو سوري معلش بديع أوك عامل 3 أسيست وهو لعيب حقيقة كمان برضو متميز جدا. نروح للتسديد على المرمى، والحقيقة يمكن فريق الوداد بيملك أكتر من لاعب يعني بيتميزوا، أو واحدة من أهم مميزاتهم قدرتهم على التسديد من مسافات بعيدة. بديع أوك 13 تسديدة على المرمى، زهير المترجي 12 تسديدة على المرمى، كازادي كاسينجو راس الحربة 10 تسديدات على المرمى، وإسماعيل حداد الحداد 10 تسديدات على المرمى. فيما يتعلق بالتمريرات البينيه او ثرو باس، عندنا اكثر حد بيمد المهاجمين بالثرو باسز بديع اوك بنسبه تمرير 55 تمرير تمريره، ووليد الكارتي بيجي في المرتبه الثانيه 41 تمريره، اسماعيل حداد 33 تمريره، وبدر جدراني 26 ثرو باس. خليني بقى اقدم لحضراتكم في مقارنه كده بين اللعيبة اللي عندها قدرة على صناعة الفارق، وده برضو مش وجهة نظر، ده مرتبط بأرقامهم هذا الموسم في نفس مراكز اللعب. طبعا احنا عندنا وليد سليمان يعتبر هو النجم الأبرز في الموسم الحالي للنادي الأهلي، بيشغل مركز لاعب الوسط المهاجم، شارك في 26 مباراة. في مقابل عندي إسماعيل حداد وسط ملعب مهاجم أيضا، شارك في 16 مباراة فقط. وليد قدر يسجل 8 أهداف، اسماعيل حداد قدر يسجل 6 اهداف. في الاسيست او صناعه الاهداف وليد ملوش ولا مشاركه، واسماعيل حداد ليه 3 اهداف، وبالمناسبه باستثناء فارق طول شويه يمكن في اسلوب متشابه كبير جدا في اللعب بين اسماعيل حداد ووليد سليمان. فيما يتعلق بالتصويب على المرمى، وليد ليه 43 تصويب على المرمى بينها 21 بين الـ يعني جوه الجول. عندنا اسماعيل حداد 24 تصويبه منهم 10 فقط جوه الجول. بالنسبه للتمريرات الصحيحه 315 تمريره بنسبه 80% من اجمالي عدد التمريرات ده وليد سليمان. الحداد 317 تمريره بنسبه 71% تمريرات صحيحه. التمريرات البينيه وثرو باسز الصحيحه 10 لوليد سليمان 15 وليد حداد، وبكرر مره ثانيه وليد حداد مع الكارتي مع كاسينجو بيعتبروا اهم 3 مفاتيح لعب في فريق الوداد المغربي. فاصل ونتواصل مع حضراتكم في السادسة مرة تانية. الجندي المجهول هو لقب يطلق على شخصيات عديدة تركت بصمة واضحة في مجالها وظلت خالدة في أذهان الجميع على مر التاريخ. دائما ما نسمع عن الجنود المجهولة بالملاعب المصرية الذين تركوا ذكريات غالية وعزيزة في قلوب الجماهير. مشير حنفي نجم دفاع الأهلي السابق والذي يعد امتدادا لقائمة الجنود المجهولة في الكرة المصرية، واحد من أبرز المدافعين الذين امتازوا بالصلابة والرقابة الصارمة على المهاجمين، وكان له أسلوب مميز في التعامل مع الكرات رغم قصر قامته. يظل مشير حنفي من النماذج الخالدة في قلوب الأهلاوية بعدما نجح في حصد العديد من البطولات والألقاب والتي وصلت إلى 19 بطولة خلال مشواره الكروي الذي بدأ في الثمانينيات.
بدأ حياته الكروية في مركز المهاجم قبل أن يكتشف مدرب الأهلي وقتها إمكانياته المذهلة في الدفاع ليصبح صمام الأمان لخط دفاع الأهلي. تدرج في صفوف الأهلي وحصل مع المارد الأحمر على لقب الدوري الممتاز 7 مرات متتالية وكأس مصر 4 مرات وبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري و4 مرات للقب البطولة العربية و3 مرات لقب كأس النخبة السوبر. ضمه الكابتن هاني مصطفى مدرب المنتخب الأولمبي السابق عام 90 ثم اعتمد عليه الراحل محمود الجوهري لخوض بطولة أمم إفريقيا بالجزائر والتي تألق فيها بشكل لافت نال إعجاب الجميع. عبر حنفي عن انتمائه الحقيقي للأهلي حيث رفض ارتداء قميص آخر غير الأهلي بعدما أعلن رحيله عام 2000 وأعلن بعدها اعتزاله. عمل حنفي مدربا بأكاديمية الأهلي لمدة 2 موسم من أول عام 2002 ثم تولى مهمة المدير الفني لمواليد 93، 95، 97 بقطاع الناشئين لمدة 2 موسم. وسيظل مشير حنفي واحدا من أساطير الأهلي الذين أفنوا حياتهم لرفع اسم الأهلي عاليا. برحب بحضراتكم من جديد. منورني في الاستوديو كابتن مشير حنفي المدافع الصلب اللي فاز ب 19 بطولة مع النادي الأهلي منهم 7 بطولات دوري متتالية. طبعا يعني شارك مع أجيال كتير جدا ومن الجيل الذهبي شارك مع أجيال كتير جدا يمكن كابتن ربيع سين، كابتن عمرو الحديدي، وطبعا كابتن سيد عبد الحفيظ وأسماء كتيرة قوي. وطبعا معروف عنه أنه رفض أن هو يرتدي اي فانيلا تانية غير الفانيلا الحمراء. منورني يا كابتن في الاستوديو. اهلا بيك وانا سعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك وسعيد جدا ان انا موجود في بيتي قناه النادي الاهلي. ده شرف لينا طبعا يا كابتن، هو فعلا بيتك. وخليني كده ابدا مع حضرتك بانه يمكن مسيره كبيره مع النادي الاهلي و19 بطوله ورقم كبير، بس لما بتيجي كده تفتكر مسيرتك مع النادي الاهلي بتبقى راضي قد ايه ومبسوط قد ايه بيها؟ ببقى فخور طبعا باللي انا حققته مع النادي الاهلي والأجيال اللي أنا لعبت معاها أجيال عظيمة جدا. فلما بعض افتكر مع نفسي كده ده فخر وده شرف ليا وشرف لولادي ذات نفسهم، يعني ده حاجة كبيرة. كان إزاي انضمامك للنادي الأهلي يا كابتن؟ أنا من أبناء النادي الأهلي لأن أنا تواجدت مع الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه في قطاع الناشئين وأنا عندي 9 سنين وبدأت بقى أشتغل مع كل المراحل السنية في قطاع الناشئين لغاية ما ربنا كرمني وصعدت مع الفريق الأول. يمكن كنا بنتكلم على 19 بطولة والسبعة دوري متتالي، إحساس إنه تاخد 7 دوريات متتالية دي ده رقم كبير قوي، حاجة مختلفة جدا. بص أقول لحضرتك على حاجة، هو 7 دوري متتالي دي بتدل على حاجات كتيرة، بتدل على إن معاك جيل قوي جدا، بتدل على إن معاك لعيبة كويسة جدا، بتدل على إنك معاك منظومة كاملة، كله واقف مع الفريق، كله بيساند الفريق. فإحنا كنا أيامنا يعني مش جيل واحد، كان بتبقى فيه جيل أو اتنين بيرتبطوا مع بعض. فده ميزة النادي الأهلي إن أنا ما بطلع وأنا طالع صغير بقى فيه جيل أكبر مني. يعني هضرب لحضرتك مثل، لما طلعت أنا وأنا صغير عندي 18 سنة أو 19 سنة لعبت مع الكابتن ربيع ياسين، لعبت مع الكابتن حمادة صدقي، لعبت مع الكابتن محمود صالح، فدولت بالنسبه لنا كان جيل كبير. كنا نحلم ان احنا نبقى متواجدين معاهم في التمرين. فبقيت متواجد معاهم في التمرين وفي المباريات. فده جيل بيسلم جيل وجيل بيعلم جيل. أكيد. هو ده اللي بيميز النادي الأهلي. هو ده اللي حصل معانا كابناء النادي الاهلي كلنا. طب وال19 بطوله دول لو قلت لك اغلى بطوله او اكتر بطوله فاكرها تالقت فيها قوي؟ لا هم كلهم بطولات، يعني كل بطولة ليها فرحة وليها، بس هي في بطولة معينة بالنسبة لنا كمشير حنفي كنا بنلعب الإسماعيلي ماتش فيصل في استاد اسكندرية، ماتش فاصل ببطولة الدوري 4-3 وكنا كسبانين لغاية آخر 10 دقايق 4-0 وبقى 4-3 وكان البطولة يعني كانت فيها منافسة شديدة جدا حتى في مباراة فاصل بين الأهلي والإسماعيلي. فبالنسبه لنا كنا طبعا ده متعودين عليه، لعيبه النادي الاهلي متعوده.
ان احنا نوصل نلعب لاخر من الحكم يصفر، سواء دقيقه 90 دقيقه 92 93 صح. فده اللي كان بيميز النادي الاهلي ولغايه وقتنا هذا. فدي كانت بطوله بالنسبه لنا كانت ليها فرحه كبيره جدا، حتى الوقت بتاعه بتاع الفرحه كان بالنسبه لنا كبير جدا، لان جينا من اسكندريه لغايه الجزيره وجمهور النادي الاهلي ورانا وبنفرح في الطريق طبعا. فدي هي كانت البطوله اللي بالنسبه لي كل بطوله بنفرح في الاستاد، انما البطوله دي بالذات جينا من اول الريست بتاع اسكندريه او البوابه بتاعه اسكندريه من هناك لغايه البوابه هنا في مصر لغايه الجزيره وفرحه ما بعدها فرحه. طريق اسكندريه كنا ناخده في ساعتين، جيناها في حوالي 6 ساعات لان كنا ماشيين مع الجمهور مع الجماهير، ودي كانت سعيده جدا بالنسبه لنا والفرحه كانت كبيره. معروفه عنك طبعا يا كابتن مدافع صلب ورقابه صارمه على اي لاعب بتلعب عليه او كده، خليني اسالك بقى لقب اللزقه ده كان جه ازاي؟ وكان وبالنسبه لك بيمثل لك ايه؟ انه بيتقال مشير حنفي لزقه من كتر ما يعني معروف عنك قد ايه مدافع صلب جدا وبيبقى فيه رقابه صارمه وانت بتلعب في الملعب. هقول لحضرتك حاجه، والله ده فضل من عند ربنا طبعا. بس هو الالقاب دي بتيجي من زمايلنا من صحفيين. انا ما بقولش لقب، لا ده بيتقال عليا اللقب. فدي برضو انا بالنسبه لي اللقب ده بالذات انا بعتز بيه، لان انا من اول مباراه لعبتها مع النادي الاهلي وانا عندي طموح وعندي اصرار ان انا لازم ابقى موجود في النادي الاهلي. فكل مباراه بالنسبه لي كانت بتبقى سنه، يعني المباراه دي لازم ابقى كويس فيها عشان اكمل عشان اكمل عشان اكمل، لو بقيت وحش هقعد فهمشي. فكان صح. عندي الاصرار ان ابقى متواجد مع النادي الاهلي وانا بالذات كمدافع الكسر القامه كان بيعملني مشاكل كتيره جدا مع مدربين كتيره جدا. كانت تيجي في بدايه الموسم تقول لك انت عشان كسر القامه مش هتلعب. فكنت بجتهد وكنت بتمرن وكنت بلتزم صعبة وكنت بثبت لهم. صعبة قوي انه مدافع يتقال له انت مش هينفع تلعب عشان ما في قصير. بتبقى في نوعيات مدربين بتبقى هو عايز في مواصفات في المركز ده بالذات ان هو اول حاجه بيفكر فيها انه يكون طويل، لان كل شغل المركز المساك أكيد. كلها كور طويله وعرضيه طويله. فكنت بعاني من دي مع مدربين كتير. كنت ازاي بقى بتحاول تتغلب على ده؟ كانوا بيحكموا عليا قبل ما يشوفوني. بس طبعا الحمد لله بفضل من عند ربنا انا كان بيبقى عندي اصرار وعندي طموح وعندي امل ان انا عايز اكمل. فديت اللي كانت بتخليني التمرين زي المباراه الوديه زي الماتش الرسمي. فالحمد لله ده فضل من عند ربنا. يعني تفتكر موقف كده حصل لك بسبب الموضوع ده ضايقك قوي وبعد كده اثبتت نفسك يعني مع مدرب ما؟ افتكر ان احنا كنا بنلعب ماتش السوبر مع الزمالك في جوهانسبرج. والزمالك فاز بيه واحنا راجعين من الطياره، حتى المدير الفني قال لي انت طول ما انا موجود مش هتلعب معايا عشان انت قصير. فيمكن كان الكابتن شطه موجود ويشهد على الكلام اللي انا هقوله دون. في الطياره انا قلت له انا هلعب غصب عنك، فحتى شد معايا في الكلام. قلت له انا مش عايز اقول ذكر اسمه، بس قلت له هلعب غصب عنك، مش هلعب كده بالكلام، انا هلعب بادائي وباجتهادي وبالتمرين. ففضل هو يركز في الكلام اللي انا بقوله. وبعد اسبوعين او ثلاثه يعني لا قدر الله كده كان في اصابات في الفرقه وفي المركز ده بالذات، فهو اضطر اللي يلعبني. فالحمد لله من اول مباراه لعبت فيها هو ذات نفسه بعد 4 أو 5 مباريات قال لي انت الوحيد في الفرقه اللي انا مرنتها كلها لعب غصب عني. لعب غصب عني وانت اتحديت مدير الفني بتاعك وانت كسبت التحدي. كان ألان هاريس، وانا مش عايز اقول بقى حضرتك عرفتيه. وقال لي انت كسبت التحدي، لان كنت متحدي مع شطه ان هو كانت المباراه دي لغايه ما فلان يخف وهيلعب هو. فالحمد لله فضلا عند ربنا كملت مع من اول منزلنا من الطياره اول مباراه لعبتها لغايه ما هو سافر كنت انا موجود معاه اساسا. دي حاجه كبيره يا كابتن اكيد لما بتفتكرها، انه قد ايه حد كان مدير الفني بتاع الفريق ومش عايزك تلعب وشايف من الاول ان انت ما تنفعش تلعب وانت تثبت نفسك وتجتهد علشان وكل سنه كانت بتقابلني العقبه دي. كل سنه لما تيجي التأييد او تيجي التجديد او الصحافه والناس اول واحد ماشي مشير حنفي. فكان طبعا ضغط كبير قوي يا كابتن. بس الحمد لله لما يكون ربنا معاكي وفي الحمد لله في اصرار وفي عزيمه وفي اجتهاد، اهم حاجه الاجتهاد. انت اجتهد واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا. انا كنت اول لعيب في كل موسم اول لعيب من الصحفيين من النقاد من ماشي مشير حنفي. بس الحمد لله كنت انا ليا هدف وليا بس اجتهاد. اكيد كان برضو بيضغطك الكلام ده، يعني انه كل شويه تشوف انتقادات او انه مشير حنفي ماشي، دي حاجه مش سهله يعني.
بالعكس كان بيديني قوه وعزيمه اكتر واصرار ان انا اثبت للناس دي ان انا فعلا جدير ان انا اكون موجود في النادي الاهلي. والحمد لله دي انا بيني وبين نفسي الغيره الجوانيه او الحماس الزياده او الطموح لعبت لغايه ما علقت شاره الكابتن النادي الاهلي سنتين. وده الحمد لله ده فضل عند ربنا. كل اللي انا بقوله دون بجتهد وربنا هو اللي بيوفق. طبعا كابتن. طب كابتن بقى لما جيت تعتزل او تسيب النادي الاهلي رفضت تماما تلعب لاي نادي تاني؟ ويمكن جالك عرض من الزمالك كان كابتن ابراهيم وحسام حسن. انا جالي عروض كتيره يعني مش عايز اقول اسماء بس جالي عروض كتيره داخل مصر وخارج مصر ورفضت. بس انا يعني كانت صعبه بالنسبه لي جدا. انا كان سني ساعتها 29 سنه بالظبط واخد مع النادي الاهلي 19 بطوله داخل النادي الاهلي وانا عندي 9 سنين. فنشت 29 سنه يعني سنين كتيره جدا بيتي وكنت بقعد في النادي الاهلي اكتر ما بقعد مع اولادي وبيتي. كنت باجي انا وزمايلي ولما كبرنا كنت باجي انا وياسر ريان من الساعه 10 الصبح نروح الساعه 8 9 بالليل. فكانت صعبه بالنسبه لي جدا ان انا يعني اقلع التيشيرت والبس تيشيرت تاني ايا كان هو اللون وايا كان. انا كانت صعبان عليا جدا ان يتقال مشير حنفي لاعب النادي الاهلي السابق ولاعب النادي الفلاني الحالي. فدي بالنسبه لي كنت رافضها تماما. ما بصيتش بقى لا 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 كان في بقى ساعتها كان في الاحتراف فعلا الحقيقي اتطبق في مصر كان في الفلوس. بس انا طبعا هاخد الفلوس وبعد ما العب سنه ولا اتنين فخلاص كل التاريخ هيتنسي. فدي الحمد لله يعني يمكن ربنا برضو يمكن ربنا صليت صلاه الاستخاره وربنا الهمني ان انا خلاص دي اخري. وبعدين انا كنت بحلم ان انا كنت ابقى موجود في النادي الاهلي. ده انا لعبت في النادي الاهلي وخدت بطولات في النادي الاهلي وفنشت وانا كابتن النادي الاهلي فالحمد لله. مع ان في لعيبه دلوقتي يا كابتن يعني ما بيبقاش ده التفكير، بيبقى التفكير يمكن الاحتراف هو اللي طاغي دلوقتي انه ما بيبقاش الانتماء قوي قد ما خلاص العرض الافضل اللي يجي لي. يعني شوف حضرتك قلت كلمه الانتماء. الانتماء ده مش موجود نهائي دلوقتي. انا بكلمك على اجيال مش فاتت مش نهائي يعني انا بكلمك على اجيال فاتت. فعلا الانتماء اللي هو الحقيقي اللي في الدم بيجري يعني ممكن الانتماء ما بيتجزأش ولا بيتغير. انما ممكن دلوقتي الفلوس تغيره بحجه ايه؟ بحجه الاحتراف. لا يعني حضرتك شايف ان ده مش صح؟ طبعا في حاجه اسمها احتراف واستثمار وفي حاجه اسمها انتماء. انا ممكن اكون منتمي جدا للنادي الاهلي وادخل موضوع الاحتراف والاستثمار والفلوس بس انا مش هقدر. انا دمي خلاص اهلاوي مش هينفع مهما تحط لي شيك هتحط لي فلوس مش هينفع خلاص. فده في فرق بين اهو في لعيبه في النادي الاهلي فعلا عندها انتماء قوي جدا طبعا وفي لعيبه بتبص على انها احتراف وهو حقه حقه. بس انت لما تبقي متربيه انا بقول مثل يا ريت كل الاهلاويه يتفقوا معايا في دي. النادي الاهلي ابونا ما ينفعش بجميع الاحوال ان انا لعلي صوتي على ابوي ولا اجرح ابوي ولا اسيبه ولا استغنى عنه ولا 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 الكلام ده كله. واكيد ولاد النادي واكيد اللي لبس تيشيرت النادي الاهلي هيتفق معايا ان النادي الاهلي ابونا والدنا كلنا. فعشان يجي لي وقت الاختيار ان انا افاضل بين ابويا وبين عمي او بين جاري او هختار مين؟ انا بجاوبك انت او تجاوب عليا. باباك طب والدك طب. بس انا لخصت لك كل اللي هتقوليه. طب شايف ازاي يا كابتن بقى الهجوم اللي كان حاصل الفتره اللي فاتت على النادي الاهلي في ظل الانجازات اصلا اللي بتحصل الفتره دي؟ يعني احنا شايفين موسم صعب على جميع الانديه وعلى العالم كله على الكره بشكل عام ومع ذلك لا الاهلي يعني قدر ان هو يفوز ويحسم الدوري قبل 7 جولات كمان. اقول لك على حاجه يمكن انا متواجد في الشارع ومتواجد في منطقه شعبيه في شبرا الخيمه الاهلاويه هناك حاجه يعني مش هقول لك في الكافيهات او في الكافيتريات او في البيوت. النادي الاهلي الجمهور بتاع النادي الاهلي هو متعود على خلاص البطولات فهو زعلان ليه؟ هو زعلان عشان شايف اداء النادي الاهلي مش هو الاداء. مع ان هو لو فكر برضه شويه الاجواء اللي بيمر بيها النادي الاهلي صعبه جدا طبعا. صعبه جدا سواء من كورونا سواء برضه احنا هنرجع للحته دي. بس مين كان بيقول لحضرتك لم انت اللي على الارض وانا هلم اللي على العالي؟ كابتن عمرو حديدي. طب قول الو بقى. الو الو عمور
يا كابتن ميشو حد وشوف حد. هي اول ما قالت لي لم انت اللي على الارض ولم انا اللي على العالي، قلت لها عمرو الحديدي. منورنا كابتن عمرو الحديدي في برنامج السادسه، دايما منورني يا كابتن. ربنا يخليك يا ساره، ربنا يكرمك، معاكي احسن مساك في مصر. حبيبي يا عمرو، حبيبي. انتوا الاثنين يعني معروفين بالتالق مع النادي الاهلي والبطولات يا كابتن عمرو، ويمكن دايما لما كنت عندي في الاستوديو كنت احب اسالك كده وازنقك في الاسئله. قول لي بقى كده على موقف مع كابتن مشير حنفي كده، فاكره له اكتر المواقف اللي بينكم. لا، كان مره مستر هارس واحنا موجودين في 92 93 كان بيتكلم معانا، ومشير كان بيشتكي للكابتن طارق سليم. فدخلنا واحد واحد، مشير الاول وبعدين انا وبعدين ابو الذهب. بعد كده حصل ان الراجل مش عاجبه طريقه لعبنا، بعدها باسبوعين بالظبط احنا اللي لعبنا. قلت له بص بقى، هو غنى ده اللي قال لي بص اللي بيحصل ده لازم نثبت للناس كلها احنا هنعمل ايه. هم كانوا ست ماتشات، ترسانة وشبين والإسماعيلي والمصري والاتحاد. فعلا يعني هو مشير حنفي عشان ابن النادي الأهلي، احنا بعد كده جينا هو كان عارف ايه اللي بيسعد جميل النادي الأهلي وكان يقول لنا عليه، اذا كان انا ولا ابو الدهب ولا كمونة ولا جمال. طبعا كان معنا الكابتن علاء عبد الصادق. مش والله يا سارة عشان هو موجود او انا بكلمه، فعلا من احسن مساكين، بل احسن مساك في تاريخ النادي الأهلي واحسن مساك في مصر. مشير حنفي دي مش مجامله ليه يعني، في حاجات كتير قوي 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 هو حقه ياخده بعد وهو بيلعب وبعد ما بطل. مشير اخ وزميل وصاحب وكل حاجه حلوه، كان بنرتبط ببعض ان احنا من حته شعبيه في شبرا مع بعض، كان الحاجه اللي ناقصه يقولها لي بيني وبينه. مفيش اسلوب ان انا بغلط يشوح او يشاور لي او يغلطني، بالعكس كان يقول لي بعد ما نخلص واحنا في اوضه اللبس نعمل نقول دي غلط ودي صح. كان هو دي ميزه فيه طبعا، خلق، اداء، التزام، رجوله، كل حاجه فيه كانت كويسه. يمكن كمان يا كابتن عمرو كنا بنتكلم انا وكابتن مشير على فكره الانتماء، وكان بيتكلم بنفس الباور اللي حضرتك كنت معايا كنت بتتكلم بيها، وبيقول لي النادي الاهلي ده ابويا، وفكرني فعلا بكلام حضرتك لما كنت وانت بتتكلم عن النادي الاهلي متاثر جدا، وانه قد ايه لازم كل لاعب يعرف قيمه تيشرت النادي الاهلي. بص يا ساره، في نقطه مهمه جدا، الكيان اللي احنا بننتمي ليه اللي هو النادي الاهلي ده امل لاي حد. اللي موجودين واللي بطلوا، احنا لغايه دلوقتي لعيبه في النادي الاهلي الناس فاكرانا، والناس لسه فاكره احنا بنعمل ايه وفاكره احنا عملنا ايه. فعلا النادي الاهلي كيان، جزء كبير من كيان اسمه مصر، اسمه جمهوريه مصر العربيه. النادي الاهلي ده كيان كبير، ان احنا بنتكلم من جوانا بحرقه وغيره ده من حبنا للنادي الاهلي. واحنا مبطلين واحنا كنا بنلعب كنا كده، واحنا مبطلين بنقول نفس الكلام، ولو لينا اولادنا في النادي بنقول لهم يعملوا اللي احنا ما عرفناش نعمله. وبنقول لاخواتنا اللي موجودين في الملعب والزملاء اتعبوا نفسكم عشان انتوا الوحيد اللي في مصر بتستعيدوا الشعب المصري، استعيدوا الشعب المصري اللي عدده 105 مليون، هقول احنا 110 مليون اهلاوي. سيدوا الناس دي، انت لعيب اعمل اللي عليك، مجلس اداره عليه وفر لك المناخ، مدرب كويس ايا كان مين هو اللي متواجد، انت اللي بتعمل اسماء المدربين اللي موجوده في مصر، أكيد. انت اللي بتكبر الناس، وانت اللي بتسعد الناس، وانت اللي بتحط اسم مصر في حته معينه محدش بيعرف يوصل لها غير النادي الاهلي بس. حبيبي حد بعد اذنك بس انا اقول لحضرتك على كلمه وعمرو هيعلق عليها. انا مع عمرو بنلعب مع بعض وبنقعد مع بعض. فكنت اقعد معاه يا عمرو احنا الاثنين قاعدين احتياطي، فما ينفعش. لازم نعمل واحد اثنين ثلاثه. يسمع كلامي نعمل واحد اثنين ثلاثه نلعب احنا الاثنين مع بعض. فاستمرينا فتره طويله مع بعض على هذا الايه المنوال. عمرو من اللعيبه اللي هي مجتهده جدا جدا جدا، يعني مش هقدر اقول لك على الاصرار اللي في الملعب والعزيمه، وكان عايز يلعب باي طريقه. بس احنا برضو كان حظنا ان احنا مش هنقول بقى وحش، لا بالعكس، كنا حظنا كنا حوالي خمسة ستة مدافعين مميزين جدا. يعني كابتن علاء عبد الصادق كان بيلعب، جه كابتن ربيع فتره لعب، بعد كده كمونه، بعد كده يوسف، بعد كده انا، بعد كده عمرو الحديده، بعد كده جمال السيد. كانت في منافسه شرسه جدا بيننا وبين بعضينا. كنا اما نيجي عمرو يلعب يبقى انا معاه، مشير يلعب عمرو معاه،
فاحنا الاثنين كنا بنقعد مع بعض، وكنت بتكلم معاه لان انا اقدم منه بكتير في النادي الاهلي، وهو كان جاي فقلت له عمرو عشان عايزين نلعب نعمل 1 2 3. فعلا عمرو كان ملتزم جدا معايا، وعمرو بتربطني بيه بقى صله ان احنا شبراويه مع بعض وكنا بنروح مع بعض. فلا عمرو انسان جميل جدا وانسان ربنا يديم المحبه يا كابتن. الحقيقه اسعدته فعلا جماهير النادي الاهلي لفتره طويله. بشكرك جدا كابتن عمرو الحديدي، فعلا نورتنا في برنامج السادسه، ولسه مكملين كلام يمكن مع كابتن مشير حنفي بس بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه معايا كابتن مشير حنفي. ويا كابتن عايزين نتكلم بقى شويه عن الدوري المصري واللعيبه ودوري ابطال افريقيا. خلينا نبدا من الدوري اللي احنا حسمناه قبل النهايه ب7 جولات. عايز اسالك، شايف لو انت مكان فايلر، او شايف انه المفروض الفتره اللي جايه او المباريات اللي جايه فايلر يستمر في الدفع باللعيبه الاساسيين، ولا يبدا يعتمد بقى على الناشئين، على اللي على دكه الاحتياطي مش بنشوفهم كتير في الملعب يدخلوا بقى فورمه، شايف ايه الافضل؟ بص ساره، هو يعني المفروض والطبيعي في الفنيات ان انا ببقى حظي كويس جدا كمدير فني ان انا اخد البطوله قبليها بفتره، ب5 اسابيع ب6 اسابيع ب7، فبقى انا مدرب محظوظ. ليه؟ لان انا في ضغط المباريات اللي فاتت، في لعيبه انا ما شفتهاش، في لعيبه انا عايز اشوفها. المفروض والطبيعي ان انا خلاص خدت البطوله، انا عندي بطوله اهم من النادي الاهلي، دماغه مش في الدوري، دماغه في البطوله الافريقيه. طب انا لا قدر الله زي ما حصل واحنا زعلانين كلنا ان رامي ربيعه المباراه اللي فاتت مش طبعاً هيلحق البطوله الافريقيه، فالطبيعي ان انا عندي لعيبه كده اساس الفريق، ان انا خلاص هو لعب كتير، هو فورمه المباريات شغال فيها ولعب موسم كامل وموسم صعب، فانا عندي ال 20 يوم دولت هم اللي انا بجهز للبطوله الافريقيه. خلاص في لعيبه انا عايز اشوفها عشان برضو احكم عليها، وفي لعيبه انا عايز اديها مباريات عشان هعوزها في البطوله الافريقيه، لان انا عندي مباريات صعبه جدا طبعا. عندي هتبقى المفروض والطبيعي ان شاء الله بامر الله يبقى 4 مباريات صعبين جدا، ومع فريق قوي جدا، ومع بطوله جمهور النادي الاهلي السنه دي مش هيقبل غير بيها. خلاص الدوري النادي الاهلي جمهوره اتشبع بالدوري، فحته الدوري دي بالنسبه له بقت عاديه جدا. ايه يعني الاهلي خد الدوري؟ ما انا كده كده باخده ب7 بطولات ورا بعض، بال8 ورا بعض. فانا شايف ان احنا عندنا الفنيا بقى الشناوي لازم يريح، لان احنا مش ناقصين تاني ادرام ربيعه، فينا حطينا نفسينا في مأزق. ما عندناش مدافعين غير خلاص 2. طب انا هعمل ايه؟ ايمن اشرف وياسر ابراهيم. ايمن اشرف وياسر ابراهيم. طب انا لاعبهم برضو عشان لو لا قدر الله حد حصل حاجه في ال4 مباريات اللي جايين دول. لا ده مش طبيعي. يبقى اذا انا انزل ابص لقطاع الناشئين، هل في مدافع ادفع بيه واشوفه وادي له فرصته؟ وبعدين هنا انا مسكت قطاع الناشئين في النادي الاهلي. بص اقول لحضرتك 17 سنه مسكت 17 و16 و14 ومدرسه الكوره. هنا قطاع الناشئين في النادي الاهلي في الفتره اللي احنا فيها دي مظلومين جدا. هتقولي لي ليه مظلومين جدا؟ لان طموح اي لعيب في قطاع الناشئين ان هو عايز ياخد فرصه في الفريق الاول. فطبعا انا دلوقتي اذا ما كانش هياخد فرصه والفرقه بتاعتي واخده بطوله بقى لها 7 اسابيع و7 مباريات، النادي الاهلي المفروض يشوفني. يبقى لازم انا ابص لدي، ولازم انا حد يكلم الراجل. يعني ممكن الراجل ما يكونش الكلام ده في انا عندي المجموعه دي وعندي اصابات، لا لا ده في ولادنا عايز بيستنشق فرصه. عايز الفرصه دي. وحضرتك شايف ان ده الوقت المناسب بما ان خلاص احنا حاسمين خلاص هو ده الوقت المناسب. وعرف الجمهور على لعيبه النادي الاهلي قطاع الناشئين، وعرف الجمهور ازاي يشوفوا النادي الاهلي دلوقتي بيذيع مباريات للقطاع الناشئين، والناس عارفه بالاسم دلوقتي، فلان في فرقه كذا، فلان في فرقه كذا، فادي فرصه للولاد دي، لان هي فرصته وامله وطموحه، لعل وعسى انك انت تبص تلاقي لعيب كويس، تبص الاثنين كويسين لمستقبل النادي الاهلي زي ما احنا اتعامل معانا كده بالظبط. ما هي كانت فرصه. يعني تريزيجيه برضو، يعني لو كل اكيد كل جمهور النادي عارف موضوع تريزيجيه. تريزيجيه راح معسكر بس كده، لان هو اللي كان في الاستراع في قطاع الناشئين، وراح عشان يكمل معاهم، فخد فرصه وشم نفسه والراجل شافه. فخلاص ايه المانع ان انا اريح لعيبتي واجهز بقى تفكيري واستعد للمباريات القويه جدا، وودي قطاع الناشئين حقه. ده انا وجهه نظر اللي يعني مفيده من ناحيتين من وجهه نظر حضرتك، انه على الاقل قطاع الناشئين وللعيبه اللي ما بتلعبش وكمان انه احافظ على الاساسي بقى بتاعي، يعني اريح الشناوي وقبل مباراه افريقيا.
مفهوم جدا. طب شايف حضرتك تأجيل مباريات أفريقيا في صالح النادي الأهلي في الوقت اللي احنا فيه؟ انا شايف ان التأجيل فعلا في صالح النادي الأهلي دلوقتي حاليا. تمام. لان احنا اللعيبه بتاعتنا دلوقتي اصابات كتيره جدا، نجوم كتيره جدا كان بيعتمد عليها بدأت تخش في اصابات، بدأت تخش في مجهود كبير جدا. مش عايز اقول النادي الاهلي مش جاهز لها 100%، لا، النادي الاهلي بيعاني من حاجات هتبقى مؤثره في اللقاءات اللي جايه. فانا شايف لو في تاجيل هتبقى في صالح النادي الاهلي، اللعيبه هتتعافى، اللعيبه هتبقى جاهزه، اللعيبه خلاص خارجه من بطوله الدوري ومجتهده وفي اجتهاد وفي فهتبقى مرتاحه اكتر، لان هبقى انا عينيا على البطوله دي بس خلاص. حتى المباريات اللي موجوده اللي فاضله للنادي الاهلي في البطوله الدوري برضه ممكن تاثر عليه في في في, في مجهودات لاعبين، في لعيبه يتصابوا. فانا شايف لو في تاجيل تبقى مصلحه النادي الاهلي. طيب باعتبارك كنت مساك، يعني ازاي شايف غياب متولي وربيعه هياثر على النادي الاهلي في وعدم وجودهم طبعا ياسر ابراهيم بس موجودين وايمن اشرف، ياسر ابراهيم وايمن اشرف في مباراه الوداد، شايف ده هياثر ازاي؟ انا اكلمك في عموم في المركز اللي انا بلعب فيه دون ايه مشاكله السنه دي مع النادي الاهلي. الطبيعي ان انا من اول الموسم او من اول السيزون المركز ده بالذات اتنين بيلعبوا وبيكملوا لان هما بيبقى في تفاهم مع بعضهم، وانا كل ثلاث اربع مباريات او خمس مباريات بدل البديل عشان يبقى قريب منهم، عشان يبقى ايه ما عنديش نقص لو في اصابه. النادي الاهلي حظه سيء جدا في المركز ده من اول الموسم، والمركز ده بس هو اللي بيتصاب. كل لعيبه المركز ده ما فيش بلا استثناء في المركز ده ما اتصابش. فاذا ما فيش فرصه لان الاثنين يبقوا منسجمين مع بعض لاربع خمس ماتشات ورا بعض او ست ماتشات ورا بعض، علشان على اساس ان انت تبقى عندك الهيكل الاساسي للمركز ده. كلهم ده بيخرج من الاصابه، ده بيخش في اصابه، ده بيخرج من الاصابه، ده بيخش في اصابه، فدي بتعمل خلل في دفاع النادي الاهلي، لان ده اهم مركز في الاربعه المدافعين او الاثنين الديفندر المركز ده، لان المركز ده ما فيش حد بيغطي بعديك غير حارس المرمى. احنا النادي الاهلي محظوظ دلوقتي لان الشناوي برضو بيقوم بالمركز ده، لانه في اوقات ياسر ابراهيم او في اوقات ايمن اشرف بيبقى بعيد عن المباريات، فبتبقى حارس المرمى لما بيبقى صاحي ومغطي الفرقه بتاعته فبيغطي برضو الدفاع ده. فاحنا انا عن نفسي وجهه نفسي الشخصيه ان الفتره اللي جايه اتمنى ان يبقى في اتنين ثابتين في المركز ده وما يتغيروش غير للشديد القوي زي ما بيقولوا، للاصابه فقط لا غير، او لسوء المستوى. انما طول ما الاثنين ماشيين كويس، لان ده مركز حساس فعلا. احنا في الجيل بتاعنا كنا ممكن انا اقعد احتياطي 15 مباراه، لان الاثنين اللي بيلعبوا ماسكين في الفرصه ومنسجمين والاثنين تمام. فخلاص بيبقى بيكملوا. وممكن انا لما اخد فرصتي العب 15 مباراه، بس ما فيش خلل في المركز، ما فيش خلل في الدفاع. الاثنين دول محافظين على التعاون بتاعهم مع بعض، او الانسجام زي ما نقول، او زي ما زمان كنا بنقول ايه مصطفى عبده الخطيب مثلا، الاثنين مساكين ابو الدهب ويوسف او الحديدي ومشير، متفاهمين مع بعض، لان لما بيلعبوا مع بعض خلاص بيحلوا المشكله تماما. مين افضل لاعب في الاهلي في الموسم ده في الدفاع ولا عموما؟ لا عموما. عموما في النادي الاهلي الشناوي رقم واحد. طيب ولو قلت لك مثلا رايك في كهربا بعد العوده، يمكن مباراتين بس شايفينه بيستعيد يعني لياقته بسرعه. كهربا انا ليه اعتاب على كهربا؟ كهربا جمهور النادي الاهلي عايز منه اكتر من كده بكتير. ليه بقى؟ لان النادي الاهلي جايب كهربا عشان عارف ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، وخامه كويسه وخامه عاليه جدا. بس يا كابتن لازم برضو نحط في الحسبان انه يعني غايب اكتر من خمس شهور. لسه ايقاف وكورونا لسه كنت هتكلم في دي اهو. بس الجمهور معلش في الكلمه ليه عاطفه كده، هو مش ما بيفكرش في دي، هو بيفكر لما كهربا يلعب خلاص. ما بيفكرلوش بقى ان هو ايه العذر بتاعه، ان خارج من كورونا وخارج من ايقاف وخارج من لسه ما حطش رجليه في مبارياته والاستمراريه. لا برضه الجمهور بيبقى فاهم ده، احنا فاهمين طبعا الجمهور بيبقى عايز اكتر من اي لاعب في النادي الاهلي، بس برضه بيبقى فاهم انه اللاعب ده بقى له خمس شهور ما لعبش، على ما بيرجع لفورمه المباريات، وحضرتك اكيد عارف اكتر مني، اكيد بتاخد وقت، بتبقى واحده واحده. هي صعبه، بس هو هنا هل هنا
في مدربين بتساعد اللعيبه على الكلام ده بقى، في مدرب، في مدير فني بيبقى انا مقتنع باللاعب ده فانا بساعده فبديله الوقت الـ مش هقول الكتير لا بديله مباريات كتيره ورا بعض لان انا عارف ان الخامه دي لما تاخد مباريات كتيره هيرجع لي وهكسبه. هو المفروض يتعامل مع كهربا كده، مش كهربا لوحده كمان، مع حسين الشحات كده اللي جاي. انا عايز اسالك بقى، عوده حسين وجود كهربا هيفرق مع الاهلي هجوميا؟ طبعا. بس ياخدوا المباريات اللي جايه، ياخد هو بيدي دلوقتي حسين وبيدي كهربا ربع ساعه نص ساعه، لا انا خلاص مباراه الدوري اللي جايه بالنسبه لي ليس ليها قيمه بس ليها مكاسب. لازم بس معايا في الكلمتين دول، ليس ليها قيمه بس ليها مكاسب. هي المكاسب اللي انا بقول عليها دي، ان انا اوقف الشحات على رجليه واديله 90 دقيقه في 90 دقيقه في 90 دقيقه. نفس الكلام كهربا، نفس الكلام البعيد اللعيبه اللي بعيده عن المشاركه. ما هو لازم احكم عليهم في الكلام ده، ولازم اجهز لعيبتي في المباريات دي. طيب مروان محسن وبادجي مالهم؟ ما احنا بنقيم اللعيبه من وجهه نظرك، شايف ازاي ادائهم الفتره دي مع النادي الاهلي؟ تقييم؟ يعني شايفهم ازاي بعد الرجوع؟ اصل خلي بالك برضو يا كابتن، احنا راجعين من فتره توقف تاثر على اي لاعب، وفتره الاعداد ما كانتش كفايه، ومع ذلك يعني بنشوف النادي الاهلي بيفرض شخصيته في كل مباراه من بعد الرجوع، وحتى لو الاداء، وده في كل انديه العالم، يعني ما فيش نادي رجع باداء قوي. احنا شفنا برشلونه بيشيل 8 من بايرن ميونخ في دوري الابطال، ده برشلونه يعني من اقوى الانديه في العالم. لكن النادي الاهلي برضه يا كابتن هو فرض شخصيته في كل مباراه، حتى في أسوأ ظروف بيطلع كسبان. بص يا ساره، انا هكلمك الطبيعي. الطبيعي ان مروان محسن هو حتى في المنتخب الفرود رقم واحد في مصر، دي حقيقه. طيب مروان لغايه وقتنا هذا الجمهور ذات نفسه يعني ايه، مش هقول لا، هو عايز منه اكتر من كده اكيد طبعا، وهو بيحاول بس لسه برضه ما اقنعش الجمهور بكده. ده بالنسبه لمروان. يعني بابجي الجمهور في اول لقاء لبابجي ما كانش مقتنع بيه، بس بدا في الاخر الجمهور بدا يبص له. انا بكلمك بالطبيعي في الاثنين مهاجمين لبابجي، ان هو حتى كمان لو هو مش موفق بيجتهد، لو هو مش موفق بيقاتل، لو هو مش موفق الكور العاليه انما مروان احنا عايزين منه اكتر من كده. مروان جمهور النادي الاهلي عايز مروان فعلا اللي كان، وهو فعلا اللاعب بيجتهد الفتره دي في التدريبات. ويعني طب قولي رايك على ثنائيه مروان وبادجي اللي لعب بيها فايلر في كذا ماتش بالاثنين. انا بختلف معاه تماما. ليه اختلف معاه تماما؟ لان مفيش نادي دلوقتي او فرقه على مستوى العالم بيلعب باثنين فراوده. هو بيلعب عشان مجبر لكده. عشان هو بالزبط. مجبر لكده. انما الطبيعي ان احنا طبعا احنا كدوري مصري او عربي او كلنا برضو بنشوف اوروبا وبنشوف التكتيك بتاع اوروبا وبنشوف برشلونه وبنشوف ليفربول وبنشوف وبنشوف كل دول في حاجه اسمها اساس التكتيك بتاعي. بس انا في مدرب غصب عنه بيبقى مجبر ان هو يعمل كده، ولما بيجي يكسب بيستمر. النادي الاهلي ممكن يكون هو وجهه نظره ان انا لو لعبت باثنين فراوده هضغط الفرق اكتر، او ان انا هسجل بسرعه. واثبتت نجاحها في كذا مباراه برضو يا كابتن. ما انا لسه هقول لك اهو. صح. بس ده مش مقياس في الدوري المصري. ده ممكن كتكتيك لما بلعب فرقه قويه بيعمل لي خلل في نص الملعب، لان انا عندي اثنين مهاجمين قاعدين في ال 18 الفرقه الثانيه. بس احنا عشان بنحكم في الدوري المصري ماشيه معاه وماشيه معاه بقوه، وفي تسجيل وفي اهداف وفي نكسب البطوله. انما ده مش مقياس. انما لما اجي العب في افريقيا لازم اراجع حساباتي واشوف ان انا العب في ان انا افريقيا دي بالذات. لازم المدير الفني سواء هو موجود او اللي هيجي، اوعى تتهاون من فرق المغرب. لازم تتعمل لها 100 مليون حساب ومليون سيناريو. انا ممكن العب فعلا براس حربه واحد، وفي وقت العب باثنين، وفي وقت العب بخمسه مدافعين، وفي وقت العب باربعه مدافعين. ده حسب المدير الفني ما هو هيقرا ويشوف ايه اللي هيحصل في السيناريو بتاع البطوله الافريقيه. اكيد المدير الفني هيبقى متفاهم ده تماما، ومدى اهميه بطوله افريقيا بالنسبه للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. وخلينا نسالك برضو عن فرص فوز النادي الاهلي قدام الوداد في نص نهائي دوري ابطال افريقيا. هو الطبيعي ان 50 50 مفيش فرص، احنا كلنا بنتمنى
طبعا ومستنيين دي طبعا. وانا بناشد بقى ودي رساله من قناه النادي الاهلي للعيبه وللجهاز الفني وللاداره. السنه دي جمهور الاهلي مش هيرضى غير بافريقيا. النادي الاهلي جمهوره بيحلم في افريقيا او بيحلم بافريقيا، فما تخذلوش الجمهور الكبير دون. واحنا واثقين ده طبعا مفهوم وكلنا نفسنا في افريقيا التاسعه، بس ساعات بحس يا كابتن الموضوع ممكن يقلب بضغط قوي على اللعيبه والجهاز الفني. هم فاهمين قد ايه، متفاهمين جدا انه الجماهير عايزه التاسعه، افريقيا التاسعه، ولكن يعني ساعات بيبقى الكلام والانتقادات وكلام كتير قوي ممكن يقلب بضغط شويه. يعني انا فاكره كان احمد الشيخ، كابتن احمد الشيخ معايا في البرنامج بيقول لي انا حاسس ان الجمهور مش مبسوط بالدوري، مش مبسوط، احنا تعبنا وفوزنا وظروف صعبه، فحاسه انه المفروض ما ينفعش يبقى الموضوع بقى قالب بضغط قوي على الجهاز الفني او اللعيبه. المفروض ده يعني ده مؤشر خطا ومؤشر يعني خطر جدا. هقول لك ليه. لان لعيب النادي الاهلي او جهاز النادي الاهلي ولا في دماغه اي الكلام اللي انت بتقوليه دون، ولا ضغوطات ولا كلام، ولا انا ماليش دعوه بكل ده. انا بخش نادي، بخش معسكري، بخش الغرفه بتاعتي، ملوش دعوه بالكلام ده نهائي. ويا ريت الكلام ده ما حدش يتكلم فيه، لان الطبيعي ان لعيبه النادي الاهلي مش هقول بقى الكلام ده، ولا يفرق معاه ولا يفرق معاه ضغوط صحفيه ولا جمهور ولا ولا. النادي الاهلي علمنا على كده. انا ما بخش في مسابقه بركز فيها وماليش دعوه باي حاجه، بدليل ان احنا الاول او موجوده دلوقتي بنقول ايه، لازم نقفل عننا الباب. طبعا فهي دي رأيك الباب خلاص طبعا يا كابتن. وعايزه منك بس كلمه اخيره سريعه كده لجماهير النادي الاهلي قبل ما نختم. جماهير النادي الاهلي وحشتوني جدا، وانا واحد خلاص انا دلوقتي مش لعيب نادي الاهلي، انا سابق. انا بتمنى زيكم بالظبط ان النادي الاهلي ان شاء الله يفرحنا ببطوله افريقيا دي بالذات. باذن الله كلنا بنتمنى ده يا كابتن. وبجد بشكر حضرتك على وجودك معايا النهارده، وبشكر حضراتكم على المتابعة، وبإذن الله حلقة جديدة من برنامج السادسة بكرة.